في الوضع الطبيعي والمنطقي لما تلاقي ان تشيلسي خسر من ويست هام 3-2 والماتش اللي بعديه بيجي يتعادل مع ايفرتون 1-1 تقول ان تشيلسي بيتراجع ومستواه بيتراجع، بس لو اتفرجت على المباراه مش هتقول كده خالص، هتقول ان تشيلسي النهارده كان بيلاعب حارس في مستوى غير طبيعي. جوردان بيكفورت بالنسبه لي عمل واحده من افضل المباريات ليه في تاريخه كحارس مرمى، لان بيكفورت اللي اتفرج له على الماتش النهارده هيحس ان ده مش جوردان بيكفورت اللي احنا عارفينه خالص، مش ده بيكفورت المجنون بتاعنا خالص، ده بيكفورت المختلف تماما، ده بيكفورت بيطلع كور ما تطلعش. بيكفورت النهارده حرفيا كان بيلعب الشوط الاول كله قدام تشيلسي لوحده، تشيلسي اللي كان نازل الشوط الاول بالميت وبالكوره يطلع كسبان 3-4 الشوط الاول مرتاح. زياش بيضيع، بولي بيضيع، مونت بيضيع، ريش جيمس بيضيع كوره غريبه جدا في بدايه المباراه في الستة ياردة، ريش جيمس ما يضيعهاش ابدا، ماركوس الونسو بيروح، جورجي بيروح، لوفت الشيك بيروح، تشيلسي ماسك كوره الشوط الاول، تشيلسي عمال يروح بس بيقابله سوء توفيق مع حارس مميز جدا، علشان تشيلسي تحس ان الماتش بيتسرق منه، نص المونت عايزينه يسجل علشان خاطر يبقى واحد من اصغر اللعيبه في تاريخ النادي اللي سجله في 4 ماتشات ورا بعض، والولد بيقدم مستوى مميز وتشيلسي بيقول لك ان هو كده كده هيكسب. تشيلسي جاي النهارده يكسب، هتقول لي فرقه ايفرتون فرقه محترمه ورافا بينيتيز مدرب محترم، واه عندهم عناصر غايبه كتير، عندهم حوالي 7 لعيبه غايبين عن الفريق ودول مقصرين جدا في اداء الفريق، يقول لك متفق معاك، بس النهارده الطريقه الدفاعيه اللي كانوا بيلعبوا بيها ضد تشيلسي ما كانتش مؤثره، بالعكس تشيلسي كان بيروح للست ياردة بكل سهوله، كان بيروح لمرمى بيكفورت بكل سهوله، فانت مش عارف تدافع ولا عارف كمان تعمل اداره هجوميه. هتقول لي ما هو بيلعب الياس ده مهاجم من 2001 عشان كالفرت لون مش موجود، بص كل الكلام اللي انت هتقعد تقوله اعرفه بنتيز ده ممكن اقبله لك، بس بصراحه هم عملوا ماتش سيء جدا الشوط الاول. الشوط الثاني كان واضح ان تشيلسي كده كده هيسجل، تشيلسي كان كده كده هيسجل، يعني تشيلسي الشوط الثاني هو نزل روز باركلي في الدقيقه 65 مكان روبن لوفت الشيك، وساوني جيز مكان ماركوس الونسو. ليه تغييره بالنسبه لي كانت تغييره غبيه جدا، وكانت تغييره غريبه جدا، لان ساوني جيز كل مباراه عن مباراه بيثبت لك ان هو مش عارف ينجح في الدوري الانجليزي مع احترام يعني. وفي النهايه قلبها بتريفو تشولوبا مكان سيزر اسبريكويتا، دول التلات تغييرات اللي عملهم السيد توماس توخيل. توماس توخيل كان ماسكين كوره و10 على 10 والاداء كويس جدا، ويلا بقى هنسجل. فعلا تشيلسي بيسجل عن طريق موسو مونت بيسجل الهدف الاول، كنا بندور لك على جون وبسم الله ما شاء الله جبت جون، وزياش واحد من نجوم المباراه، وريش جيمس واحد من نجوم المباراه، وبسم الله ما شاء الله يعني غياب لوكاكو للكورونا بدانا ننسى موضوع الفيرود بالنسبه لتشيلسي، لان هم حتى لو هم جابوا راح لوكاكو يعني راحوا جابوا لوكاكو، لوكاكو عمال يتصاب، ويوم ما رجع من الاصابه جاله كورونا، فالموضوع بالنسبه لتشيلسي في موضوع المهاجمين ده ننسى. طب تشيلسي يستحق انه يطلع كسبان؟ يستحق انه يطلع كسبان، عشان تلاقي ان في كره اتحسبت فاول، كرة اتحسبت فاول على تشيلسي، أول كرة حرفيا بيروحوا على مرمى تشيلسي طول اللقاء، وتلاقي فجأة كروس بيتلاعب عرضي، لاعب جارد بن وايت بيخش بيسجل هدف التعادل، هدف التعادل عكس مجرى المباراة تماما. تشيلسي برضه مستمر، تشيلسي برضه عمال يروح على بيكفورد، تشيلسي الكرات الثابتة المميز بيها فعلا توماس توخيل، كرة ركنية بتتلعب تقريبا تياجو سيلفا بيلعبها مميزه جدا، جون اهي، لا بيكفورت الوحش هيطلع، لا هو ده بيكفورت بتاعنا بجد، مش بيكفورت ده خالص، ده مش بيكفورت، بس بصراحه بيكفورت لازم نديله التحيه والتقدير بصراحه النهارده. جوردان بيكفورت عمل مباراه مميزه جدا 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 بالنسبه له كحارس مرمى. بيكفورت النهارده هو العنصر الوحيد اللي كان يستاهل في ايفرتون ان هو يطلع بنقطه، وفعلا بيكفورت يستحق النقطه اللي طلع بيها ايفرتون النهارده. اما تشيلسي فمش عايز اقول لك ان تشيلسي بيتهاوى وبيتراجع، لا تشيلسي بيقدم كره مميزه جدا. تشيلسي لولا سوء التوفيق ولولا ان كان قدامه حارس اسد كان يستحق ان هو يطلع كسبان عن جداره واستحقاق، بس هي الكوره كده مش دايما تدي الفريق اللي يستحق ان هو ينتصر، مش لازم تدي الانتصار في الاخر، هي الكوره كده عزيزي. بس الكوره ما بتديش الانتصارات غير لجمهور ليفربول، ما تعرفش ليه، حتى اما فيرجيل فان دايك يجي له كورونا تلاقي الفرقه بسم الله ما شاء الله، الواد المساك بيلعب لساديو ماني، ماني بيضيع، بتيجي لابو صلاح ما بيضيعش. الكوره بتيجي علينا احنا بس يا ابن والدي، بتيجي على السيتي وبتيجي على تشيلسي، انما الكوره بتروح لليفربول وتلاقي حظ العالم شغال هناك الله ينور. هذا ليس حقد عزيزي، انها حسد. والله بجد يا ريت عجبك الفيديو اعمل لايك، وان ما عجبكش براحتك يا برو.